هلا والله، تواصلت مع أبل بخصوص المشكلة وعطوني هذا الرابط حق الفيدباك. وهنا أنواع الأجهزة إحنا اللي عندنا فيه المشكلة. الآيفون 12 برو ماكس إنه يحتر، فأي واحد هنا يدخل، خليت لكم الرابط، يكتب اسمه والإيميل والعنوان، وبعدين هنا يكتب مختصر أو حتى يعني ممكن يترجمها ويحطها هنا إنه موديل جهازي وحرارة ويرفعه. الغريب ان عدد اللي امس عندهم مشاكل وارسلوا 154 واحد مع ايفون برو ماكس وكانوا يشتكون من هذه المشكله. فلما ارسلت على ابل قالوا على طول على الفيدباك، لانهم يبغون ياخذون بعض المعلومات كذا ويشوفون، ومتوقع انها سوفت وير مع التحديث الجديد، لان اغلبهم 14.2 اللي عندهم المشاكل. وهذه ارقام دعم ابل، يقدر واحد يتصل في أي وقت، بس مهم من تلفون ثابت وليس من الجوال.